وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن شحن ونقل مساعدات إنسانية إلى النيجر في إطار التضامن معها بعد الفيضانات الأخيرة التي شهدتها. بيان الوزارة أوضح أنه تم صباح اليوم الاثنين شحن ونقل مساعدات إنسانية على متن 4 طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية متمثلة في مواد غذائية وأدوية ومواد طبية وأخيام وأفرشة مقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري إلى النيجر انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى نحو مطار نيامي. الوزارة أضافت أن هذه العملية الإنسانية تؤكد مرة أخرى مرافقة الجيش الجزائري لكل المبادرات الإنسانية والتزامه الدائم في تأدية مثل هذه المهام النبيلة.